حوارنا التالي عن كشف وزارة الري عن تفاصيل الاستراتيجية القومية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها في الفترة المقبلة. طبعا الاستراتيجية دي بتستخدمها دول كتير جدا لاستنباط أساليب جديدة لترشيد استهلاك المياه، خصوصا إذا كانت دولة زراعية زي مصر، وخصوصا إذا كنا معروفين بزراعة محاصيل معينة بتستخدم المياه بشكل كثيف. إزاي نتعامل مع هذه المحاصيل في الفترة المستقبلية، وإزاي يبقى في أساليب جديدة نستخدمها في هذه الفترة؟ كل ده هنتعرف عليه في حوارنا التالي مع دكتور جمال عبد رب، أستاذ البساتين بزراعة الأزهر وعضو الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية. أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك يا فندم. نتعرف الأول على بعض التفاصيل في التقرير التالي، من بعده نتكلم مع حضرتك بشكل أكثر تفصيلا. أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية أن مصر وإفريقيا تعاني من مشكلة التصحر التي تؤثر بشكل كبير في القارة ومستقبلها، لافتا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات، ولكننا سنتعامل مع عدة تحديات كصعوبات وسيتم التغلب عليها، مضيفا أنه علينا التفاؤل. وقال عبد العاطي خلال كلمته في المؤتمر الدولي لإحدى الجامعات والذي جاء بعنوان حلول من أجل الأرض والتربة والغذاء في إفريقيا، إن مصر وضعت الاستراتيجية القومية للمياه ومن أهمها إعادة الاستخدام لتكون المياه ذات جودة عالية عبر معالجة الصرف الصحي والزراعي والصناعي، إلى جانب مبدأ الترشيد وتحلية مياه البحر، إلى جانب إجراء البحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وأخيرا التعاون مع دول منابع النيل بالرغم من المشكلات وتهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والنظم. وأضاف عبد العاطي أن الوزارة ستطلق أسبوع القاهرة للمياه في مايو القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يناقش محاور تحلية المياه وعلاج التصحر، حيث إن هذه القضايا محورية، كما أن الدولة توليها اهتماما كبيرا. لسه مستمرين مع حضراتكم، وبرحب تاني بالدكتور جمال عبد رب وأستاذ البساتين بزراعة الأزهر. قبل ما نتكلم عن الاستراتيجيات الجديدة للري، خلينا نعرف الوضع الحالي. إيه هي الاستراتيجية المستخدمة حاليا في ري المحاصيل في مصر؟ طيب، بس بداية الحقيقة اسمحي لي أن أنا أشكر حضرتك وأسرة البرنامج على الدعوة الكريمة. والحاجة التانية أن أنا عايز يعني في النص دقيقة برضو أقول انه وانا جاي طبعا المشاكل بتاعه الميه والسيول في بعض الاماكن و انا عايز ان احنا كشعب ان احنا يبقى عندنا شويه مشاركه مجتمعيه، مش بان احنا نتريق على بعض ونتريق على انه ما اعرفش في غرق في اماكن فلانيه وكذا. لا، احنا عايزين نعمل زي اليابانيين لما حصل عندهم الانفجار والسيول او التسونامي اللي كان حصل، يعني دمر اماكن كتيره جدا، ما تريقوش على بعض ولا على اجهزه دولتهم، بل هو كل واحد نزل حاول يبدي ان كان راي او ان هو يشارك في حل الازمه. فاحنا عايزين يكون جزء من الحل مش جزء من المشكله. الحقيقه انا عايز لو اتكلمنا عن الميه في مصر، مشكله الميه الحقيقه هو كثر الحديث اليومين دول بس عن مشكله الماء. احنا من زمان قوي من سنه 59 كان في اتفاقيه بتحكم العلاقه بيننا وبين الدول بتاعه بنسميها دول حوض النيل يعني، وبتحكم حصه مصر. احنا عندنا 55.5 مليار متر مكعب ميه هم اللي بيردوا الى مصر من اعالي النيل. ده ما احنا بنتكلم دلوقتي على 60 سنه الحقيقه لم يزيدوا يعني سنتيمتر مكعب ميه واحد. في الوقت احنا كنا مثلا بتكلم على الفتره دي كنا احنا حوالي 20 مليون مثلا، من 60 سنه كنا بتكلم على حوالي 20 مليون، تضاعف عددنا خمس مرات، يعني احنا وصلنا دلوقتي 100 مليون ولا زال هو نفس كميه الميه 55.5 مليار متر مكعب ميه. يمكن بنغطي كمان بجزء كاني من الاحتياجات من المياه الجوفيه واعاده تدوير المياه مره اخرى، لكن يظل ان احنا عندنا عجز مائي قدره تقريبا حوالي 19 مليار متر مكعب ميه. طيب امال الدوله بتغطي 19؟ يعني احنا عندنا 59 مليار متر مكعب ميه اجمالا الوارد لينا، واحتياجاتنا تقريبا حوالي 79 مليار، ففي عندي حوالي 19 مليار متر مكعب ميه. امال الدوله بتغطي الكلام ده ازاي؟ الحقيقه انا هنا عايز اوجه الشكر جدا جدا لمنظومه وزاره الري عندنا او منظومه الري في جمهوريه مصر العربيه منذ القدم، مش من دلوقتي، احنا من قديم الازل واحنا المصريين يعني عندهم اقوى شبكه ري على مستوى يعني ممكن نقول من أفضل شبكات الري على مستوى العالم.
احنا ال 18 مليار دول او 19 مليار دول وفرناهم ازاي؟ عن طريق اعادة استخدام الري او مياه الصرف الزراعي. فانا عايز افرق دايما بين مياه الصرف الزراعي وبين مياه الصرف الصحي. طبعا مياه الصرف الصحي ده لن تستخدم ابدا الا بعد معالجة، وبيتم حاليا طبعا كأحد الحاجات والاستراتيجية بتاعت الدولة بالضبط كأحد الحلول ان هو تتوجه اليها الدولة، ان انا برضو اعادة استخدام مياه الصرف. لان انا مياه الصرف بالنسبة لي انا وصلنا حجم استخدام المياه بتاعتنا للاستهلاك البشري بتاعنا 10 مليار متر مكعب مياه. طبعا استخدام يعني معنى ذلك برضو هتروح في الصرف، فلازم يتم اعادة الاستخدام بتاع ال 10 مليار دول برضو عشان ما يحولوش الى جزء مهدر عندنا. لكن استخدام مياه الصرف الزراعي، وده بنتكلم على رقم برضو كبير تقريبا حوالي 14 مليار متر مكعب مية، فيتم إعادة استخدامهم مرة أخرى من خلال عمليات الخلط. يعني بتخش من المصارف الزراعية وبعدين تخش على مية النيل ويتم الخلط بنسب معينة برضو في حدود المسموح به عشان خاطر تبقى الكواليتي بتاعة المية اللي احنا بنستخدمها لا تسبب أضرارا. أنا بتكلم على الزراعات اللي موجودة عندنا. الحقيقة في الناس بدأت تفكر، ومع دايما كثرة الكلام على سد النهضة و لا، احنا الكلام في الاستراتيجية الزراعية الحقيقة وزراعة او عدم او حظر زراعة بعض المحاصيل زي ما هنتكلم اللي احنا بنقول عليها الشرهة للمية، ده مش من دلوقتي. لا، ده احنا في عندنا قرار وزاري برقم 896 صادر من 2012 بحظر كده بالضبط كده بحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمية. وإزاي احنا كان عندنا محاصيل طول الفترة؟ ما أنا حاول أهو. من 2012 احنا بنقول إن الفترة اللي أعقبت ثورة يناير، ودايما في فترة الثورات في كل الدول الحقيقة دول أخرى بتستغل هذه الظروف عشان خاطر تعمل اللي ما كانش قادرة تعمله في فترة يعني نقول استقرار الدولة. وده اللي حصل الحقيقة مع أثيوبيا. وأنا برضو مش عايز أقول أثيوبيا بس لوحديها، لأنه في إطار المناكفات السياسية وصراع بين الدول كل دولة بتحاول تشوف ازاي ان انا اضغط على الدولة الاخرى. فأثيوبيا دولة فقيرة جدا جدا، لكن نتيجة لوجود انقسامات بين الدول العربية كان في فترة من الفترات ولا زالت الحقيقة يظل العرب هم اكبر ممول يعني بعض الدول العربية لسد النهضة الحقيقة. فالكلام ده وبيتم يعني آخر حاجة يمكن احنا سمعنا كمان مش بس سد النهضة، لا في سدود أخرى، في سلسلة من السدود الأخرى. ولذلك الدولة عندنا يعني منتبهة جدا جدا لهذا الأمر، ومش عايزة ان احنا نفاجأ كده بسرعة انه احنا ما عندناش مية. احنا بالضبط بنتخيل الأمر كده، واحد عنده خزان المية وعنده المحبس أو الصنبور. نرجع تاني للنقطة دي، إذا كان القرار صادر من 2012 إزاي احنا كنا بنزرع احنا بنزرع وما زلنا. لكن هو الفكره ان احنا بنقول مثلا احنا كنا بنزرع 1,076,000 فدان رز. الحقيقه فدان الرز الواحد بياخد من 5000 متر مكعب الى 8000 متر مكعب ميه. يعني في دراسه كان عملها الدكتور حسام وزير الموارد المائيه السابق، وقال انه تقريبا كيلو الرز الواحد بياخد حوالي 2 متر مكعب ميه. 2 كيلو الرز الواحد، عشان اطلع كيلو رز واحد بكلفه الحقيقه او بيستهلك حوالي 2 متر يعني 2000 لتر. 2 متر مكعب ميه مش 2 لتر، 2 متر مكعب ميه. عشان كده طيب احنا كنا بنزرع ونظل نزرع برضو، لكن انا بقول احنا كنا بنزرع 1,076,000 فدان. الدولة السنة اللي فاتت دي طلع قرار لا احنا هننزل بالرقم دوت ل 700,000 فدان. الفدان عندنا من اعلى الاراضي او الاراضي انتاجية على مستوى العالم. احنا بنتكلم على 4 طن للفدان الواحد من الارز. لو انا بتكلم على 4 في 700,000 فدان يعني بتكلم على 2.8 من 10 مليون طن، ودول تقريبا بيغطوا الاحتياجات بتاعة السوق الداخلي. مال الناس خايفة من ايه او متخوفة من ايه؟ انه بعض الناس تبقى تزرع الرز بغرض التصدير، يقول لك افتح لنا باب التصدير. لا، انا ما يجوزش في دوله تحت ظروف الشح المائي. ولما اقول الشح المائي اللي احنا فيه ليه؟ لانه المعدل العالمي للميه للشخص في السنه 1000 متر مكعب ميه. احنا حاليا دلوقتي عندنا 55.5 مليار، واحنا تعدادنا 100 مليون، يعني احنا عندنا كل واحد له دلوقتي 500 ثلاث خمسات بنسميه كده 555 متر مكعب ميه. يبقى احنا تقريبا قرابه يعني 55.5% من المتوسط العالمي. اذا احنا بنعاني
فعليا، خاصة ان احنا دولة مش مطيرة. يمكن اللي حاصل النهاردة وحاصل، طبعا الناس بيقول لك ازاي بتقول مش مطيرة والبلد، لا طبعا اللي حصل ظروف استثنائية، يعني الظروف اللي حصلت دي، يعني اللي فهمه من كلام حضرتك انه تقليل مساحة المزروعات الشرهة للمية بهدف انها تبقى كلها فقط للاستهلاك المحلي مش للتصدير. تمام. يعني ده الاولى. تمام يا فندم، هقول لحضرتك يعني مثلا احنا على سبيل المثال جزء كبير جدا من زراعات الفاكهة اللي موجودة في الصحراء زراعات موز. والموز ده يعني الفدان الواحد بيستهلك 12000 متر مكعب، يعني ما يعادل 3 فدادين قمح او ما يعادل 3 أفدنة زيتون. فالفكره الدوله بتبص عليه ان هو تغيير الاستراتيجيه بحيث ان انا ازرع المحاصيل ذات القيمه الاقتصاديه اللي ممكن اقول حتى عليها ذات قيمه مضافه اعلى، يعني ممكن لها دور تصنيعي، يعني الزيتون مثلا انا ممكن اطلع منه زيت وبالتالي العائد بتاعه، او بيطلع منه زيت وبالتالي العائد بتاعه بيكون اكبر، او يستخدم كزيتون مائده. بينما انا عندي لو بتكلم على حاجه زي الموز الاستهلاك بتاعه عالي جدا جدا، العائد بتاعه انا مش عايز اصدر موز، حتى لو هصدر يبقى اذا انا بصدر بتكلفه عاليه جدا جدا، لان كميه الميه المستخدمه بتبقى عاليه جدا. لو انا حسبتها حتى ماليا، يعني احنا قلنا اتكلمنا عن 2 متر مكعب بالنسبه للارز، لو انا بتكلم على بديل لميه النيل زي بديل تحليه مياه البحر، المتر المكعب الواحد هيكلفني 5 جنيه. لو انا بتكلم بقى على ال 2 متر مكعب يعني بتكلم في حدود 10 جنيه، على ما يوصله كمان يبقى بحوالي 12 جنيه. لو انا بصدره مش هصدره برضه بال 12 جنيه. أيوة. واخد بال حضرتك؟ فالدوله بتبص على ايه؟ على انه انا عايز ازرع المحاصيل اللي هي ذات احتياجات قليلة من المية، لكن مش همنع زراعتها تماما. بمعنى زي الرز مثلا على سبيل المثال، الجامعات بقى ليها دور طبعا باستمرار، وسيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة، البحث العلمي بهدف استنباط سلالات مقاومة للملوحة والجفاف. ده هدف أساسي في كل. خلينا نتكلم في الاستراتيجيات اللي هتستخدموها في المرحلة المقبلة. يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على كثافة الفدان نفسه. الفدان نفسه تبقى كثافته الإنتاجية عالية، فلو حتى ما زرعناش فدادين كتير بالظبط الكثافة العالية تغطي تقليص المساحة. تمام. أساليب الري بقى نفسها. تمام. هل في استراتيجية جديدة هيتم اتباعها؟ طبعا، يعني أنا هاخد برضو نموذج بتاع زراعة الموز. الدولة قالت بحظر زراعة الموز في الأراضي القديمة. طيب الأراضي القديمة مش عادة هتزرع موز؟ لا، موجود فيها، ولكن أنا مش هأزرع بالطريقة التقليدية القائمة على الري السطحي. الري السطحي اللي هو الري بالغمر واستهلاك كميات هائلة والفاقد بيكون هائل جدا بالنسبة للفدان. لا، الزراعات اللي هتنتهي عشان أجي أجدد زراعة مرة أخرى فلابد أن أستخدم فيها طرق الري الحديثة، طرق الري بالتنقيط أو بالرش، وبالتالي ده عوضا عن أن أنا مش هستخدم خالص طرق الري القديمة لتوفير المقننات المائية. لو بتكلم على الأرز، اتجاه الدولة برضو دلوقتي رايح نحو حظر زراعة مش الأرز، ولكن حظر زراعة بنقول تقاوي الأرز الشرق للأصناف الشرهة بالنسبة للمية، وده قرار وزاري صدر برضو من وزير الزراعة وأيضا من وزير الري. يعني معنى ذلك ان احنا يبقى ممكن يبقى عندنا تقاوي لاصناف اقل استهلاكا للميه. ايوه، وفي الحقيقه شغل كتير وفي دراسات، واظن انه في جامعه الزقازيق وبرضه عندنا دراسات في جامعه الازهر على استنباط السلالات اللي هي ذات احتياجات او استهلاك اقل للميه. في بعض الناس بتقول انه بعض الباحثين يواجهوا بمشاكل من قبل الوزاره لتسجيل مثل هذه الاصناف بتاع. انا شخصيا بقول لا، الكلام ده الحقيقه مش صحيح، لكن احيانا بيتم استنباط السلالات وببقى انا كجمال مثلا بقول انه الصنف ده ما فيش منه افضل ما يمكن، لكن الدوله ليها توجه اخر وهي ما بتاخدش فقط من الناحيه الانتاجيه، لكن بتشوف برضو مدى تاقلم هذا الصنف مع الظروف البيئيه الموجوده ومن الاحتياجات المائيه، وايضا مدى تحمله للاصابه او امكانيه اصابته بالامراض المختلفه. خلينا ناخد راي دكتور عباس شراكي رئيس قسم الموارد الطبيعيه في جامعه الازهر. صباح الخير دكتور عباس. اهلا. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. احنا كنا بنتكلم مع دكتور جمال عبد الرب استاذ البساتين بزراعه الازهر عن الاستراتيجيه الجديده اللي ستنتهجها الدوله لتوفير وترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، يعني فيما يتعلق طبعا بالزراعه. في تجارب الدول الشبيهه بينا اللي ليهم ظروف زينا كانت افضل الطرق ايه يا فندم؟
هو الحقيقة احنا يعني بسبب عدد السكان الحالي ما يقرب مليون نسمة، ونفس حصة المياه اللي موجودة من سنة 68 حتى الآن، وكان عدد سكاننا أيامها 25 مليون نسمة. وطبعا التحديات اللي ظهرت في السنوات الأخيرة من دول المنابع وإنشاء بعض السدود زي سد النهضة، ده كله دفعنا إن احنا لابد نعيد النظر في سياستنا المائية، خاصة في مجال الزراعة، لأن مجال الزراعة بيستهلك حوالي 85% من المياه المصرية، وبالتالي يعني أي توفير من المياه الزراعة ده يبان تأثيره. عكس يعني الاستخدام المياه في المنازل، لو وفرنا 10% من المنازل ده معناها من نص إلى مليار متر مكعب، لكن 10% في الزراعة يعني 7 مليار متر مكعب، فبالتالي يبقى لازم الزراعة هي اللي تنال الاهتمام الأكبر من الدولة حاليا. الزراعة متمثلة في المحاصيل اللي بنزرعها، نوعية المحاصيل، لأن في محاصيل شرها للمياه، والحقيقة يعني أنها منتشرة في مصر زي الأرز وقصب السكر وزراعة الموز، أيضا طرق الري، الطرق الري وهي في الأراضي القديمة وهي بالري بالغمر وما زال، وللأسف يعني هو تعديله في صعوبة في الأراضي القديمة، ولكن عندنا كل الأراضي الجديدة والمستحدثة أو المستصلحة حديثا دي كلها بطرق الري الحديث. يعني ده الاتجاه الدولة حاليا، احنا بنحاول مثلا زي زراعة الأرز لأنها شرهة للمياه، فالدولة كانت قبل كده محددة مساحات معينة للزراعة، والتحديد ده كان راجع لأسباب فنية، بمعنى في أراضي فيها ملوحة عالية وقريبة من البحر، وبالتالي هذه الأراضي تحتاج مياه بكميات كبيرة سواء هنزرع أرز أو غير الأرز، وبالتالي بما أنها تحتاج مياه فتم تحديد هذه المساحة، والكلام ده متحدد من سنوات وبحوالي 700,000 فدان. الحقيقة هي تلت مساحة الأرز اللي بتزرع في السنوات الأخيرة، وبالتالي احنا دلوقتي الوزارة لما تتمسك بهذه المساحة معناها أن الإنتاج الأرز في مصر هينخفض إلى التلت، فهنا يعني والوزارة متمسكة بقرارها في هذا العام، والحقيقة لازم وزارة الزراعة ووزارة التموين إنها تعمل حسابها من الآن، لأن إن الإنتاج ما يقل التلتين دي، فإذا كنا عاملين حسابها وعارفين هنستورد من الكمية ونعوض بيها السوق، ممكن المواطن المصري لا يشعر بالشيء. لكن فالحقيقة يعني هنا، لكن قصب السكر لسه ما زال محافظات الصعيد كلها بتزرع قصب السكر، ولأن طبعا برضو لأن في عليه صناعات أخرى كثيرة، وإحنا أهلنا في الصعيد تعودوا على زراعة قصب السكر، ولكن دي خطوة للمحافظة على المياه. أيضا في بعض المحافظات خدت قرارات بغرامات كبيرة للي بيسرف في استخدام المياه، سواء في رش الشوارع أو العربيات أو غيره، وبالتالي يعني ده اتجاه التوعية في المدارس مطلوبة طبعاً. بس الأبد كله لازم احنا المصالح الحكومية للأسف فيها كل السباكة فيها يعني بتسرب مياه، لا ده فدي يعني دي محتاجة طبعاً نظرة. قصة أخرى موضوع إهدار المياه، أنا بتكلم كمان على طب. أنا بشكرك دكتور عباس شراكي رئيس قسم الموارد الطبيعية في جامعة القاهرة، هو كان بيتكلم يمكن عشان حضرتك بس ما ممكن تكونش سمعت بوضوح عن أساليب توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه. طيب دي نقطة حنجلها لاحقا، لكن احنا لسه بنتكلم في سياسة الدولة نفسها في توفير الموارد المائية والاستراتيجية الجديدة. اتكلمنا في تقليل المساحة، اتكلمنا في زيادة كثافة انتاجية الفدان الواحد، هل في اساليب اخرى مثلا طبعاً زي تحليه مياه البحر؟ بالضبط، ما لسه انا عايز اقول الحقيقه انه الاستراتيجيه، ويمكن الرئيس كان اعلن من فتره انه احنا بصدد انشاء اكبر محطات لتحليه مياه البحر على مستوى العالم، بغرض انه انا دلوقتي لازم اعمل عمليه استعاضه او زياده الموارد المائيه بتاعتي اللي هو ال 55.5 مليار دول اللي هم بأصل بيهم الى 59 مليار، لا انا احتياجاتي زي ما انا قلت بتصل الى حوالي 80 مليار متر مكعب ميه. عشان كده عمليه تحليه مياه البحر وان كانت مكلفه الا انها تظل برضو احد الخيارات المهمه جدا اللي الدوله رايحه ناحيتها. الحاجه الثانيه الحقيقه الدور الاعلام، دور الاعلام ده دور خطير جدا جدا في التوعيه، فقط مش ليس فقط بالنسبه للفلاح، لكن ايضا حتى في استهلاكنا احنا المنزلي، استهلاكنا المحلي، بعض السلوكيات بتاعتنا اللي احنا كلنا عارفينها، يعني رش الشوارع وغسيل العربيات،
انا اقول نموذج بس بره لما كنت في البعثه بتاعتي بره في الولايات المتحده الامريكيه وكيفيه الاستفاده من السيول اللي هم عندهم. انا كنت في تكساس عندهم فيضانات دايما بتيجي في الصيف ويبقى الواحد ماشي بالعربيه يعني العربيه غرقانه فعلا زي من المناظر اللي احنا شفناها امبارح دي، لكن بعد ربع ساعه ما بتلاقيش حاجه خالص اي اثر للميه. ليه بقى؟ هم عاملين شبكه ميه خاصه بمياه الامطار وليس على مياه الصرف الصحي على جانب تحت الارصفه اللي هو 100 سنتي او 120 سنتي اللي هو يعني المواسير الضخمه جدا جدا، فدي بتاخد كميات الميه. هو ما بتبقاش كميات ميه مهدره، ده هو بياخدها منها بيستخدمها ازاي بقى؟ حضرتك تمشي ممكن تكون بتصب كلها في خزان، هقول لحضرتك بالظبط كده، بتمشي لغايه الاماكن المنخفضه وبعدين يعملوا منها بحيرات صناعيه وحوالين البحيرات الصناعيه دي يبدا تقوم عمليات معيشه كامله، يعني اسكان يبيعوها وبالتالي تبقى عندك مناطق سكنيه جديده. يعني اذا استخدم المياه مش بس كده، استخدمها كمخزن كخزان مائي بحيث برضو يعني يرجع اليه وقت الحاجه، يعني بحيث ان هو يحول العمليه من كارثه او من ان هي تبقى مشكله لانه حولها ان تبقى ميزه عنده. احنا برضو محتاجين الكلام دوت. الحقيقه وزاره الري بتعمل الكلام دوت، عندنا برضو في ما يسمى بمصايد المياه. مصايد المياه دي في مناطق بتاعه مخرات السيول اللي للاسف بيبقى يتم التعدي عليها بالبناء عليها احيانا او كذا، لكن الدوله طلعت تشريع وقانون جديد لسه الاسبوع اللي فات بحظر جد اي تعامل بالبناء على مناطق بتاعه مخرات السيول، وحتى اللي هيجي يبني قريب منها وكذا لازم يكون هيبقى بتصريح، وطبعا مش هياخد تصريح من الدوله لكن يكون بعلم الدوله وهيتم الازاله الفوريه ليها. الحاجه الثانيه اللي هو تنقيه المياه. تنقيه المياه انا زي ما انا قلت في الاول احنا بنستهلك دلوقتي حوالي 10 مليار متر مكعب ميه. ال 10 مليار متر مكعب ميه بتحولوا بعد الاستهلاك الى فاقد، مش فاقد يعني الى ميه صرف بنسميها احنا هنا بقى صرف صحي، واخد بال حضرتك؟ فهو الفكره برضو اعاده او استخدام هذه الكميه الكبيره جدا جدا من الميه بالعمل على تنقيتها واعاده استخدامها. ان شاء الله الاستخدام هنا هيكون رايح ناحيه ايه؟ ناحيه المسطحات الخضراء وناحيه الحدائق وناحيه كذا زي ما بيحصل بالظبط في القرى السياحيه. الدوله برضو بتبص دلوقتي بصوره جديه جدا على المنتجعات السياحيه اللي هي، لان البعض يقول لك الله طب انت دلوقتي جاي بتقلل لي كميه الميه انا كفلاح وسايب المنتجعات السياحيه اللي هي زي ملاعب الجولف وخلافه اللي بتستهلك كميات هائله من الحقيقه يعني بتسالك كميات هائله من الميه سايبه. لا الدوله برضو بدات تبص على هذا الكلام لانه ده الحقيقه بيسحب من الخزان الجوفي اللي هو بنسموه احنا المخزون الاستراتيجي بتاعنا. احد يعني دي كلها احنا بنسميها بدائل الدوله بتسعى اليها، لكن عشان فقط تعوض النقص اللي هو مش عشان خاطر سد النهضه، لان انا زي ما قلت في الاول ان سد النهضه لن يؤثر على الحصه بتاعتنا ولا بسنتيمتر مكعب واحد ابدا، ده متفق عليه. لكن طيب اثناء فتره الملء بتاعت السد ده احنا ممكن نواجه بمشاكل، وهو ده سبب اللي احنا بنقول ايه النقاش الكبير بيننا وبين اثيوبيا. هم عايزين يملوا السد في 3 سنين، يعني واحنا بنقول كلها اجراءات احترازيه خوفا من انه يكون في تاثير في فتره بالزبط. ملء السد انا كدوله لازم ابقى عامل احتياطاتي انه انا لو وجهت دايما بيبقى اي دوله عندها سيناريوهات، يعني ماذا لو يعني لو صحيح. حصل كذا اتصرف ازاي؟ وانا برضو اظن انه ده لازم يكون متبع في كل الحاجات اللي احنا بنقابلها زي المشكله بتاعت الميه دي دلوقتي. لا وطبعا كله لازم يبقى في خطوط متوازيه، يعني السياسه الري يعني صحيح. والزراعه والحصول على موارد بديله تمام. في نفس السياق مع التوعيه بترشيد الاستهلاك. حاجه برضو اتكلم عن حاجه زي زراعه القصب، واحد يقول يعني هنبطل نزرع قصب، طب هنجيب سكر منين؟ لا احنا مش هنبطل نزرع قصب، لكن احنا مش هنزود مساحه القصب وممكن هنستبدل زراعات القصب ببديل بزراعات البنجر، وهو نفس البديل هيديني سكر وده برضه هيديني سكر. بس قال انه الرز هيقل المساحه المزروعه. أنا قلت لحضرتك إن إحنا كنا بنزرع 1,076,000 فدان، الدولة نزلناها إلى 700,000 فدان السنة دي. في بعض المحافظات بيمنع فيها تماما زراعة الأرز، والمحافظات اللي بس هي بس المساحات اللي هتتزرع اللي كافية. هي 700 دي كافية. ما أنا قلت حسبتها لحضرتك 700,000 فدان بالظبط، 700,000 فدان في 4 طن بيديني 2.8 مليون طن، دول كافيين للاستهلاك المحلي. طيب أنا في يعني محافظات استحالة همنع فيها زراعة الرز اللي هي المحافظات
الساحلية اللي هي بتطل على البحر. كفر الشيخ، الدهلية الشرقية، الغربية، البحيرة. كل دي ليه هزرع فيها رز غصب عني؟ لأني أنا لو ما زرعتش رز، أنا لما بزرع رز الحقيقة بعمل حائط صد من المياه العذبة يحول دون دخول المياه المالحة على أراضي الدلتا. لأن أنا لو ما عملتش كده، لو ما زرعتش الرز في الأماكن دي، هيحصل تملح، يعني الأراضي هتملح في مثل هذه الأراضي بالضبط. فده بعد استراتيجي الحقيقة، يعني أنا غصب عني كدولة، لكن هيبقى دايما زراعات الرز مركزة في مثل هذه المحافظات. أما باقي المحافظات فبيحظر فيها تماما زراعة الرز. الموضوع كبير الحقيقة، وأكيد محتاجين وقت أكتر في لقاءات قادمة إن شاء الله. بشكرك دكتور جمال عبد ربه، أستاذ البساتين بزراعة الأزهر وعضو الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية. شكرا جزيلا يا فندم، متشكر لحضرتك، كتر خيرك يا فندم. ده كان حوارنا في هذا الصباح، لسه مستمرين معاكم حتى 10 وأخبار الاقتصاد بعد الفاصل.